7 صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. بداية، انتقل إلى رحمة الله أمس بالعاصمة الصحفي بالتلفزيون الجزائري الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية بلعيد محمد أسعيد عن عمر ناهز 75 سنة إثر مرض عضال، وإثر هذا المصاب الجلل بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد، هذا نصها: إلى عائلة المرحوم بالعيد محمد أسعيد، الله أكبر، قضى المولى تبارك وتعالى أن نفجع معكم بمصابنا الأليم في فقد المرحوم محمد أسعيد الذي يلتحق إلى جوار رب العزة بعد أن كابد بصبر وإيمان الابتلاء بالمرض، وبرحيله نودع ببالغ التأثر والأسى إعلاميا كبيرا مقتدرا من جيل الرواد الأكفاء خدم بلده بإخلاص وتفان من خلال المهام والمسؤوليات التي تولاها سفيرا ووزيرا ومساهمته في النشاط السياسي. لقد عرفنا الفقيد رجلا وطنيا شديد التعلق بالوفاء لوطنه وأمته، حريصا على الإتقان في الأداء، ملتزما ومتشبعا بثقافة الدولة. وإننا إذ نحتسب إلى المولى عز وجل فيما قدر لا نملك إلا التسليم بما كتب من أجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العظيم. وأمام هذه المحنة وفي اللحظات العصيبة أدعو الله تعالى أن يعمر النفوس المكلومة بالسكينة والرضا، ويتولى الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان. عظم الله أجركم، إن لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. مسيرة الصحفي بالتلفزيون الجزائري الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية الفقيد بالعيد محمد أسعيد في هذه الورقة لدلال بوطبة. اليوم الملك فيصل إلى دمشق الوزير السعودي للدفاع والطيران لتسليم رسالة خاصة إلى الرئيس. دخل بيوت الجزائريين في زمن الأبيض والأسود ليشق مسارا إعلاميا بدأه كصحفي بالتلفزيون الجزائري، حيث عرف بين زملائه بملكة خاصة وكاريزما في إلقاء الأخبار، وفي أحايين كثيرة يرتجل الكلام سليقة. محمد السعيد بالعيد الإعلامي الدبلوماسي والسياسي لم يكن ليتحدث أبدا عن سيرته كمسار شخصي، بل أراده دائما متعلقا بكل الأحداث التي عايشها الشعب والوطن. موش مسار شخصي، كتجيني هو معاناة الشعب. الأهم الآن هو ما يتعلق ببلدي، ما يتعلق بوطني، ما يتعلق بشعبي. الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية من مواليد 20 جانفي 1947، من عائلة تنحدر من قرية بوعدنان بولاية تيزي وزو، حاصل على شهادة ليسانس في القانون الدولي ودبلوم في العلوم السياسية. بين كتاباته الصحفية وتحليلاته السياسية بصمة إعلامي خاصة، ظل محنا للورقة والقلم رغم تقلده عدة مناصب كمدير عام لجريدة الشعب ووكالة الأنباء الجزائرية، إلى منصب مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت. وفي كل المحطات رافع محمد السعيد من أجل الصراحة والمصداقية. ليس هناك أحسن من الصراحة، لأن الصراحة تخلي الناس ربما تثق فيك وبها تكسب المصداقية. والصراحة أحيانا فيها ما يؤلم، ولكن أنا أفضل الصراحة على شيء آخر. تمرس وثقافة في مجال العلاقات الدولية أهلته ليطرق باب الدبلوماسية،
حيث عين سفير الجزائر بالبحرين والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية وكذا ممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي قبل أن يشغل منصب وزير الاتصال. شغفه الإعلامي وتجربته الدبلوماسية جعلاه يدخل أيضا معترك السياسة، فكان المؤسس لحزب الحرية والعدالة. مسار تقاطعت فيه المهام والمسؤوليات، لكنها دائما تتشرب من نبع الوطنية الخالصة. الجزائر تطلب التضحية، تستاهل الجزائر التضحية، نضحيه بجزء من حريتنا، بجزء من حياتنا اليومية، بمشاريعنا، من أجل أن نقلص المسافة إلى بر الأمان. ترأس أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة تناول بالدراسة عدة نقاط في قطاعات متعددة، ففي مجال المالية القانون المحدد لشروط وكيفية منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والموجهة لمشاريع استثمارية، والذي سيعرض للدراسة في اجتماع قادم لمجلس الوزراء. في مجال الإحصاء العام للسكان والإسكان دراسة مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان. وأخيرا وفيما يخص التحضيرات الجارية لتخليد الذكرى 60 للاستقلال دراسة مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالاحتفالات بالذكرى 60 للاستقلال، والتي تنطلق أمسية 4 جويلية 2022 وتتواصل إلى غاية 5 جويلية 2023. في التعاون استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية نائلة نويرة القنجي أمس من طرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اللقاء الذي ينعقد في إطار انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في مجال الطاقة والمناجم، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الطاقوي. وبالمناسبة ناقش الطرفان العلاقات الثنائية التي توصف بالاستراتيجية والعميقة وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تمت الموافقة على هذا الاجتماع من خلال التوقيع على محضر محادثات ينص على استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي، والطلب على زيادة كميات غاز البترول المسال وغاز البوتان، وفحص الجانب الجزائري لإجراءات تعزيز الشركة المختلطة في مجال التنقيب عن النفط بين سوناتراك والشركة التونسية للأنشطة البترولية، دراسة من طرف مجمع سوناتراك للمقترحات الجديدة للمحيطات الاستكشافية في تونس. الطلب على تطوير قدرة الربط البيني لتدعيم النظام الكهربائي، دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم، وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية، وتخضع هذه الطلبات والاتفاقيات لتقدير رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. المحادثات اللي صارت بين وفدي البلدين تؤكد مجددا على أن تونس والجزائر معناها ماضين مع بعضهم لتطوير علاقاتهم في مجالات هامة، مثلا مجال المناجم، مجال الفوسفات، اللي متأكدين أنه معناها لابد أن نرتقي في علاقاتنا لتطوير شراكة لا فقط مبادلات تجارية، وإن شاء الله معناها فما في القريب العاجل معناها مجالات باش نشتغلوا عليهم لشراكات فعلية. في مجال الكهرباء كيف معناها تونس والجزائر احنا عندنا ربط كهربائي معناها منذ عديد السنوات، وعودنا أكدنا على ضرورة معناها مواصلته وتطويره. كذلك وقعنا على عدة مجالات للتعاون، وكذلك تعزيز التعاون في شتى المجالات الطاقوية، من المحروقات، من كذلك الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، وكذلك المجال المنجمي. وراح نواصل، وحددنا مواعيد يعني قصيرة المدى لكذلك تطرق لعدة مجالات، وكذلك على بعض العمليات في الميدان لتجسيدها في أقرب الأجل.
في إطار الاستعدادات لإحياء ستينية الثورة التحريرية المجيدة، تسلم أمس التلفزيون الجزائري من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق سلسلة وثائقية تاريخية متكونة من 9 حلقات تحمل عنوان تاريخ المعتقلات يلاحق فرنسا الاستعمارية. حفل التسليم أشرف عليه وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد إربيغا ووزير الاتصال محمد بوسليماني والمدير العام للتلفزيون الجزائري شعبان لوناكل بحضور إطارات من المؤسسة. العلاقة التي تربطنا مع التلفزيون العمومي مع وزارة الاتصال بمعية زميلي وأخي، نسلم بحول الله هذه الأعمال حتى تبقى شاهدا على الذاكرة، ونكرس لذلك التوجه الذي نأى به السيد رئيس الجمهورية في مثل هذه الاتفاقيات وتسليم الأرشيف سواء من مؤسسات الإعلامية إلى وزارة المجاهدين أو بالعكس، أي من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق إلى مؤسساتنا، هي الهدف تاعها باش شبابنا الشباب الجزائري باش يبني مستقبله لازم يعرف الماضي تاعو قبل، لازم يعرف ماضيه باش يبني مستقبل تاعو. بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تتواصل لليوم الثاني على التوالي القمة الإفريقية للرقمنة التي انطلقت أمس من تنظيم التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات بالشراكة مع مجمع اتصالات الجزائر ووزارة البريد ووزارة الرقمنة والإحصاء والوزارة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. هذه القمة يجتمع فيها أكثر من 1200 صانع قرار وأكثر من 100 شركة عارضة من 20 دولة إفريقية ومن دول أخرى. وترويجا للباهية وهران كوجهة سياحية، نظمت الجمعية السياحية لأجيال المستقبل بالتنسيق مع الديوان الوطني الجزائري للسياحة خرجات سياحية للتعريف بالمقومات السياحية والمعالم التاريخية التي تزخر بها أقول ولاية وهران. خير أبو طالب. وهران المدينة التاريخية الأسطورية والتي اشتهرت باسم الباهية، مدينة سيد الهواري ومسرح علولة، مدينة الأسدين، مدينة سانتا كروز وزاوية مولاي عبد القادر مول الميدة. وهران التي يطلق عليها بالعامية وهران، إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية وإن شاء الله ناجحة في كل المقاييس، فيها سياحة فيها كل الشباب. وتحذيرا للحدث المتوسطي، مسارات سياحية نظمتها مختلف الجمعيات للتعريف بأهم المعالم الثقافية والتاريخية لعروس المتوسط. هو اسمه محب بن عمر الهواري المغراوي، أصوله من مدينة أم العساكر معسكر عوف ودعوف، ولكن في ان باساج في كليميتو هي سور في مستغاليم، أين توقف هنيهة من الزمن، هو الرمز لهذه المدينة وتوفي في 1439. قطب السياحة الباهية وهران ستكون جاهزة لاستقبال شعوب المتوسط في أحسن الظروف. نظمت الجمعية السياحية لأجيال المستقبل جولة سياحية نسبة للمسارات السياحية التي برمجت من طرف لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهو المسار اللي دارتها الجمعية بالتنسيق مع الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. المرحلة هذه اللي رانا فيها هي مرحلة المجتمع المدني ومشاركته الفعالة في إنجاح هذه التظاهرة، واليوم النشاط اللي رانا حاضرين فيه اليوم هو بداية لسلسلة من النشاطات. أيام تفصلنا عن التظاهرة الرياضية لتتزين وهران بألوان 26 دولة في أكبر حدث متوسطي. تحيي الجزائر اليوم العالمي للطفل المصادف للفاتح جوان من كل سنة. وبالمناسبة جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته لجميع الفاعلين للعمل على توفير بيئة طبيعية تضمن نموا متوازنا وصحة جيدة وكرامة الطفل، وكذا الاستمرار في نهج تعزيز المكاسب النوعية التي بذلتها الدولة الجزائرية في مجال حماية وترقية الطفولة. والجدير بالذكر أن الجزائر تعمل على حماية
حقوق الطفل من خلال استكمال النظام القانوني الموزع بين أحكام القانون الوطني والاتفاقيات الدولية وكذا الإقليمية. إلى أخبارنا الدولية الآن، وفي المغرب يتواصل قمع نظام المخزن للمتظاهرين السلميين الذين يواصلون التعبير عن رفضهم وغضبهم ضد ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة والقمع وانعدام الحريات، الأمر الذي خلف العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين. وتأتي هذه الاحتجاجات المتكررة للتأكيد على أن القمع المخزني لن يوقف غضب الشعب المغربي. سليم حمادي. كثيرة هي الشواهد في التاريخ حول وقوف الجيوش النظامية الوطنية إلى جانب شعوبها في السلم والحرب، وكثيرة أيضا خيانات جيوش أخرى لشعوبها ما تعلق الأمر بعائلة متسلطة أو بطانة من المرتزقة والمتزلفين. في الحالة المغربية فإن جيش المخزن لم يكن يوما إلى جانب الشعب، وكما قيل فإن البعرة تدل على البعير، وتاريخ تكوين هذا الجيش يدلل عن طبيعته الفاقدة للشعبية، حتى إن اسم الشعب لا يدرج في شاراته الرسمية. تذكر الروايات المتطابقة أن نواة جيش المخزن ما هي إلا حفلة من المرتزقة وبائع الذمم من قبائل الشراكة والودايا وكثيرا من العبيد الذين كان الجيش الإسماعيلي يتكون منهم. قبائل تحالف قادتها مع العائلة المتسلطة فكانت وبالا على رؤوس الشعب المغربي. هو الجيش ذاته الذي سحق مرتزقته عائلات المقاومين الريافة ضد الإسبان، وهو الجيش نفسه الذي تحالف وتمترس مع الفرنسيين لإخماد جذوة مقاومة الخطابي بعدما تبين للأخير أن المخزن عدو، وأن عدو الدار أخطر من العدو الآتي من وراء البحار. جيش تحول إلى أداة قمع وتدمير لأحلام الشعب المغربي الذي يحلم ليل نهار ببناء جيش وطني يمثل كل أبناء الشعب دون تمييز أو تقسيم، بناء على الولاء للمخزن لا للدولة المغربية. ليس ذلك وحسب، بل تحول قادة هذا الجيش إلى مرتزقة وتجار مخدرات وعربي مافيا وبلطاجية يزاحمون الناس أقواتهم حتى في الأسواق. أما الجلد والعفس والرفس والسلخ في أقبية المخابرات فهو من نصيب الشعب الكادح الغلبان. فضائح هذا الجيش تعدت الحدود، فصار أداة رخيصة في يد قوى إقليمية يهددون بها دول الجوار ويكرسونها لأطماع توسعية، والصحراء الغربية شاهدة على جرمهم، غير أن انتهاك أعراض المهاجرات وامتهان كرامة أزواجهن وأولادهن وبناتهن العذروات وتحويلهن إلى شبكات الدعارة العالمية والجوسسة أكبر جرائم ضباطه وجنودها. وضع لم يكن ليقبل به أبناء الشعب في المغرب، وما تلك الاحتجاجات إلا واجهة تخفي من ورائها غضبا وانفجارا كبيرين. في الشأن الفلسطيني، بحث أمس الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مكالمة هاتفية آخر المستجدات والأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في ظل التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. ميدانيا هاجم أمس مستوطنون صهاينة منزلا في حي وادي الربابة ببلدة سلوان المجاورة لأسوار القدس والمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، وقاموا بالاعتداء على القاطنين به، مما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين. إلى لبنان، وبعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب للمرة السابعة على التوالي، دعا رئيس المجلس نبيه بري كل الأطياف السياسية بلبنان إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة، مؤكدا أن يده ممدودة للجميع. وحاز نبيه بري على 65 صوتا من أصل 128 صوتا من الدورة الأولى، بينما انتخب إلياس بوصعب من التيار الوطني الحر نائبا له، مشهد وصفه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي بالإيجابي مع التحديات التي تشهدها لبنان.
في تطورات الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن قررت تزويد كييف بأنظمة صاروخية أكثر تطورا لدعمها في معركتها ضد روسيا. تأتي هذه الخطوة في وقت يحرز فيه الجيش الروسي تقدما في السيطرة على مدينة سيفرودونيتسك الاستراتيجية بإقليم دونباس. هذا ووافق قادة الاتحاد الأوروبي أمس على الحزمة السادسة من العقوبات المفروضة على موسكو. العقوبات تشمل حظرا جزئيا على استيراد النفط الروسي أقول. في أخبار الرياضة وفي كرة القدم المحلية، توج أمس شباب بلوزداد رسميا بطلا للرابطة المحترفة الأولى للموسم الثالث على التوالي والتاسع في تاريخ الفريق بعد فوزه أمس على ضيفه اتحاد بسكرة في مباراة متأخرة عن الجولة 26 بنتيجة 2-0. يذكر أن شباب بلوزداد هو الفريق الأول الذي يحرز لقب البطولة 3 مرات على التوالي. هذا وتسوية لرزنامة بطولة الرابطة الأولى المحترفة، يواجه اليوم مولودية وهران شبيبة الصاورة، فيما يتبارى شباب قسنطينة مع وفاق سطيف. بهذا الخبر الرياضي نأتي إلى ختام هذه النشرة، ألقاكم في تمام التاسعة، في أمان الله.